ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر نسخ سبايدر مان اللي بحبها. النسخه دي قصتها ظلاميه وسوداء ومختلفه عن اي نسخه تانية. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه وحبيت القصه وحابب المحتوى، وتفعل جرس التنبيهات ويلا بينا. في خريف سنة 1933 أمريكا بتمر بكساد، الفقير بيزداد فقر والغني بيزداد نفوذ وشر وقسوة. تقف العمة ماي وسط الصقيع ويعلو صوتها مطالبة بالحرية. من 3 سنين الرئيس وعدنا إننا هنحتفظ بوظائفنا للأبد، ومع ذلك فوق 3 مليون بني آدم خسروا وظائفهم. الجيش اقتحم الشوارع بالدبابات وقنابل الغاز ليقاتلوا ناس جريمتهم الوحيدة هي الفقر. لازم نسترد وطننا من الطغاة، لازم نستعيد ما هو حق لنا. هنا بيظهر 2 لابسين لبس منمق وسط الفقراء وبيقربوا من العمة ماي ببطء. واحد فيهم بيصرخ: لو مش عاجبك البلد كده تقدري تركبي مركب وتروحي روسيا او اي بلد تانية تحتضنك. بيتر باركر بيقف قدامهم وبيحاول يدافع عن عمته. واحد فيهم بيسدد له لكمة قوية بتسبب له غثيان. التاني بينزل بالكرباك اللي في ايده على العمة ماي. العمة ماي بتصرخ في ألم، بيكتفوها ولسه هينهالوا عليها بالضرب. بيظهر صحفي اللي بيوجه كاميرته عليهم وبيصورهم. الصحفي بيقول: ابتسموا أيها السادة، اللي بتعملوه ده هيكون موجود بكرة في صحيفة الديلي بيوجل، أو أحسن لكم تسيبوا السيدة العجوز في حالها وترحلوا في سلام. واحد فيهم بينقض عليه وبيمسكه من رقبته ولسه هيضربه. زميله بيمسكه من إيده وبيقوله: ابعد عنه، أنت عارف إن ده ممنوع حد يلمسه. العصابة فعلا بتنسحب. بيتر بيقوم من على الأرض وشه كله مصاب بكدمات، بيشيل نظارته. هنا الصحفي بيقرب منه وبيطلب منه من عمته إنه يوصلهم بعربيته. عمته بتوافق وفعلا بيوصلهم للبيت. عمته بتسيبهم وبتطلع ترتاح بعد اللي حصل لها. بيتر بيقف قدام الصحفي، الغضب بيتملكه وبيقول: كيف بحق الجحيم علينا أن نعيش وهؤلاء الوحوش على قيد الحياة؟ كل من في المدينة إما فاسدين أو معدومين. الصحفي بيقطعه وبيحس بنوع من الشفقة ناحيته وبيطلب منه يجي معاه مكان معين. الصحفي بياخده لنادي سري بتمتلكه بلاك كات. الاتنين بيطلبوا مشروب وبيقعدوا على ترابيزة، وهنا الصحفي بيبدأ كلامه: أنا اسمي بين يوريك، بشتغل في صحيفة الديلي بيوجل، المفروض بغطي الأحداث اللي بتحصل في المدينة، بس للأسف اللي انت تعرفه يا بيتر مجرد قشرة على سطح الفساد الحقيقي. بص حواليك كده هتشوف الواقع بعينيك. الراجل اللي قاعد على حجره بنت ده العمدة، خروف جاهل بيجري ورا ملذاته. الاتنين اللي بيتكلموا وبيضحكوا دول ده المفتش وصاحب اكبر بيوت دعارة في المدينة، واللي جنبهم ده صاحب مصانع الغزل والنسيج اللي عمك قفله 3 من الورش بتوعه بسبب ان منتجاته بتخالف قوانين الصحة. اما اللي نازل ده فده نورمان اوزبورن، هو وعصابته المكونة من فولشر، وده كائن متوحش زي الكلاب، وكريفنز هانتر واوكس، دول المسؤولين عن موت عمك. بيتر بيبصله فزع ويوريك بيكمل: انا اعرف عنك كل حاجة، اعرف ان عمك اتقتل في ظروف غامضة، وقالوا ان كلاب برية هجمت عليه، بس الحقيقة عمك كان صوته عالي زيادة عن اللزوم يا بيتر، واتلقط في رادار الناس الغلط. بيخش عليهم نورمان اوزبورن المعروف بجوبلين، هو وعصابته، بيوجه كلامه لبيتر ساخرا: مساء الخير يا سادة، انا سمعت عن موت عمك، للأسف كانت حادثة فظيعة، تعازي الحارة. بيتر بيرد بغضب: ما كانتش حادثة، عمي اتقتل من حثالة مثلك بالظبط. بيمسك كوباية الخمرة اللي في ايده وبيرميها على وش اوزبورن مصرحا: واللي زيك ما يستحقش ينطق اسمه ابدا. فولشر بيتغاظ ولسه هيهجم على بيتر، جوبلين بيوقفه وبيقول له مش هينفع هنا. يوريك بيعتذر عن اللي حصل وبياخد بيتر وبيمشوا. هما الاتنين بيروحوا لجونا جاي جيمسون، ويوريك بيشوف ان الطريقة الوحيدة اللي هتمتص غضب بيتر وسخطه على العالم انه يشتغل معاهم في الصحيفة كمصور. جونا بيوافق وبيقول لبيتر: أنا سمعت عن حياتك البائسة، انضم لصف البائسين المعذبين، أنا عايزك تجيب لي أسوأ القصص، أكتر القصص الحزينة، تاخد لي صور تعبر عن البؤس والمعاناة للواقع الأليم، عايز أشوف أطفال جعانين، ناس مش لاقية غطا تتدفى بيه، أشوف أبشع ما تقدمه المدينة من قصص. وبالفعل بيتحرك بيتر ويوريك وبياخدوا صور بتعبر عن بشاعة الواقع والفساد اللي بيحصل، صور لناس مشردة، عائلات كاملة بياكلوا من الزبالة، بيجمعوا قصص بائسة زي قصة الراجل اللي انتحر لأنه مش قادر يسدد دينه لجرين جوبلين، وبعد ما جوبلين هدده إنه هيأذي أهله قرر يقتل نفسه ويسيب رسالة وداع لمراته ويقول لها إنه كده أنقذهم وتحرر من قبضة جوبلين. بس اللي ما يعرفوش إن جوبلين ما بينساش حقه أبدا، مراته ورثت دينه، وعشان تسدد اللي جوزها معرفش يسدده بقت تشتغل مجبرة في بيوت الدعارة. بنشوف بعديها يوريك قاعد في مكتبه لوحده بيحقن نفسه بالمخدرات عشان ينسى بشاعة اللي بيحصل حواليه، بيخدر ضميره المعذب وبيحكي اللي حصل للعم بن.
في الاول جرين جوبلين اقتحم عليه البيت، انهال عليه هو وعصابته بالضرب. الحقيقة ان في منا القوي وفي منا الضعيف. بيتر كان غلطان، كان فاكر ان جوبلين خلى كلاب برية تقطع جسم عمه، بس الحقيقة اللي عمل كده كان فولشر. فولشر قبل ما ينضم لعصابة جوبلين كان شغال في سيرك، فقد كل ما تبقى من انسانيته، اتحول لحيوان لاكل لحوم البشر. هجم على العم بن وابتدى ياكل في لحمه لغاية ما مات. هتقولي انا عرفت ازاي كل ده؟ لاني كنت من الناس اللي كانت بتتفرج عليه وهو بيصرخ في ألم في لحظاته الأخيرة قبل ما فولشر يقضي عليه. بنسمع بعدها في الجنان عن حادثة صاحب عمارة فشل انه يخرج سكان العمارة المعدمين، لانه مش هيبقى في مكان يعيشوا فيه غير الشارع، وطبعا مش هيقدر يبيع العمارة لأي حد لان البلد في فترة كساد دلوقتي. فقرر انه يحرق العمارة كلها بكل اللي فيها عشان يخدع شركة التأمين اكن حصل ماس كهربائي ويجمع منهم فلوس التأمين. الحادثة نتج عنها موت طفلة صغيرة وتشوه عشرات الساكنين. بتمر الايام وبيتر بيخش بيت يوريك باخبار جديده، بيلاقيه مغمى عليه وفي دراعه حقنه مخدرات. بعدها بيرن التليفون، بيتر بيرفع السماعه وبيعرف ان جوبلين وعصابته بيهربوا اثار قديمه يقال انها سحريه من متحف مهجور. من ضمن الاثار دي فازة عليها صوره عنكبوت مرسوم بشكل مقزز. جوبلين مهتم بالفازة دي بشكل خاص، يقال ان الفازة دي فيها سحر او شعوذه كان بيستخدمه الغجر في العصور القديمه. العصابه بتنقل صناديق الاثار بحذر، بس واحد من الاشرار اسمه اوكس بيتكعبل وبيقع على كومة من القش. الصندوق بيقع من ايده والفازة بتتكسر. بيخرج منها عشرات العناكب اللي بيزحفوا بسرعة على جسم اوكس وبيغطوه بالكامل وبيبتدوا ياكلوا في لحم جسمه. اوكس بيصرخ في ألم وبيطلب من افراد العصابة ينقذوه ويبعدوا العناكب عنه، بس للأسف فات الأوان. كل ده وبيتر بيراقب اللي بيحصل على فتح التهوية على السطح. عنكبوت بيتسلل من غير ما ياخد باله وبيعضه من ايده. بيتر جسمه كله بيقشعر وفجأة بيخش في حالة من الهلوسة، بيسقط بين الواقع والخيال وبيظهر قدامه عنكبوت ضخم بشكله المقزز. لماذا ترتعش ايها الرجل الصغير؟ انا لا اعاقب غير من في نفوسهم شر، اما انت فعذابك اشد. انا العنك بلعنة القوة، لعنة القوة المدمرة. بيفضل بيتر فاقد وعيه فترة وبيصحى يلاقي نفسه نايم على جسر منهاتن. بيقوم وحاسة الخطر عنده بتشتغل وفجأة بيفقد توازنه وبيقع من على الجسر. بيلاقي نفسه بيعمل حركات بهلوانية بدون قصد وبيقف على رجله بسهولة على الأرض بدون خدش. بيتر بيكتشف انه دلوقتي بقى معاه قوة خارقة وبيقرر يستخدم القوة دي في الخير. في الوقت ده كان جرين جوبلين وعصابته بيهددوا يوريك اللي صورهم صورة وهم في مسرح جريمة. بيشتروا منه الصورة دي عشان يعرف يجيب مخدرات تشبع إدمانه وبيسيبهم وبيمشي. وهو ماشي فجأة بيقتحم المكان سبايدر مان، بيطلق شباك سودا من إيديه وبيخضع أفراد العصابة كلها. بعديها بينط على مكتب جرين جوبلين وبيرفعه بإيده من رقبته وبيقوله لا مزيد من الرشاوي، من المخدرات، من الدعارة، كل حاجة لازم تقف دلوقتي. جوبلين بيبتسم وبيقول مستعد للي جاي. قبل ما سبايدر مان بيرد بيلاحظ ان يوريك واقف مفزوع في مكتب جوبلين. يوريك بيبص على بيتر وبيقرر يهرب، بيجري في الشارع باقصى سرعته. بيتر بينط من المبنى وبيقف قدامه وبيمسكه وهو بيصرخ انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تشتغل معاه؟ ازاي قدرت تاخد فلوسه الملوثة؟ انت حقير ومدمن، قدر يشتريك زي الكلب. يوريك بيقدر يكتشف هوية بيتر الحقيقية، بس قبل ما بيتكلم بيتر بيسيبه وبيهرب. العصابة بتقدر تلحقه، بيطلقوا عليه وابل من الرصاص. سبايدر مان بيقدر يتفاداها بسهولة وبيهرب. جوبلين بعديها بيبص ليوريك وبيقوله انت لسه هنا؟ اسمع العرض ده، لو عرفت مين المجنون المقنع ده وجبتلي اسمه بالكامل هغرقك بمخدرات تكفيك بقية حياتك. يوريك بيقوم وهو ممتعد انا اكتفيت من الشغل عندك يا جوبلين، انا ما بقتش محتاجك انت وفلوسك، اذهب للجحيم. بيرمي فلوس جوبلين في وشه وبيسيبه وبيمشي. جوبلين هنا بيقول لكريفن واضح اننا خسرنا يوريك، ده غير ان في عينيه نظرات واحد مش باقي على حاجة. كريفن بيوجه عليه مسدسه ولسه هيقتله، بس جوبلين بيمنعه وبيقوله مش دلوقتي، لازم نعرف مكان كل الادلة اللي جمعها علينا الاول قبل ما يودينا في داهية. يوريك بيروح البيت وبيتصل بجونا جاي جيمسون، بيقول له انه معاه ادله كتير هتحبس جوبلين وعصابته للابد. ادله جمعها على مدار سنين طويله، مقتل مئات البشر على ايده هو، رشاوي وفساد حتى النخاع. جونا بيقول له يفضل مكانه، هو هيجيله ياخد منه الادله دي ويفضحه جوبلين للعالم كله. يوريك بيستنى جونا يجيله، بيصب لنفسه كاس من الخمره، بيقول لنفسه كنت فاكر اني بعمل الصح، كنت فاكر اني بسترجع السيطره على حياتي. انا بين يوريك، انا ضحيه المجتمع الفاسد،
اما بيتر في الوقت ده كان بيطلع ملابس عمه العسكرية من القبو وبيبتدي يخيطها عشان يعمل لنفسه بدلة وبيوعد عمه انه هيخليه فخور بيه للابد. في بيت يوريك بنسمع صوت خبط على الباب، يوريك بيفتح الباب بنلاقي واحد بيوجه عليه الرصاص وبوم بيطلق الطلقة، بيسقط يوريك على الارض قتيلا، وبنشوف جونا جي جيمسون هو اللي قتله بدم بارد. اما على الناحية التانية فبنلاقي سبايدر مان واقف على الارض في ليلة عاصفة وفي ايده مسدس عمه بيقول ادعو ربك بالرحمة يا جوبلين لان سبايدر مان مش هيرحمك. بيتر بعديها بيروح لبيت يوريك بيلاقي جثته على الارض، بيجري عليه وبيصرخ لا ليس مجددا يا الهي ليس مجددا. في مقر جوبلين بنشوف جونا جي جيمسون بيسلم الادلة اللي جمعها من بيت يوريك لجوبلين، بس جوبلين بيتغاص بيوجه مسدسه على دماغه وبيقول له يوريك كان لقبه العنكبوت افضل محقق في المدينة كلها، قدر يجمع عليا ادلة على مدار السنين، اللي انت بتوريهولي ده ولا حاجة من اللي كان ماسكه عليا، ليه قتلته من غير مصدر الاوامر ايها الحقير، غور من وشي قبل ما اقتلك. جوبلين بيصدر اوامره للرجالة بتوعه يدوروا على الادلة اللي سابها يوريك في اسرع وقت. بيتر بعدها بيروح لمقر بلاك كات بيكتشف انها كانت على علاقة سابقة بيوريك، بيلاقيها بتعيط وحزينة على وفاته. بلاك كات بعديها بتفتح خزنة وبتطلع منها شنطة مليانة صور وبتقول لبيتر ان دي كل الادلة اللي سابها لها يوريك في حالة انه مات تحت اي ظرف، وانها لازم تسلم الشنطة دي لبيتر باي شكل هو هيعرف يعمل ايه. بعديها بتقوله ان يوريك بيعتذر له عن كل حاجة وانه فخور للي بيتر وصله وكان احسن منه في واقع مليء بالفساد والشر. بيتر بياخد الشنطة وبيفحص كل اللي فيها، بيعرف كل الفاسدين في المدينة وبيبدأ يتحرك بدقة عالية للقضاء على كل المرتشين ورؤوس العصابات واحد ورا التاني بدون اي رحمة. بيسيب مع كل مجرم بيقضي عليه كارت عليه علامة العنكبوت. الصحف بتبدأ تتكلم عنه واخباره بتنتشر في كل مكان، وجونا جي جيمسون بيبتدي يسوق سمعته في الديلي بيوجل وبيقول عليه بطل مزيف وعايز يسبب فوضى في البلد. بيتر بعدها بيقرر يروح لبيت جونا ويعرف منه هو ليه بيشوه سمعته قدام الناس، بس بيلاقي جونا مضروب بطلقة في صدره وبيلفظ انفاسه الاخيرة. بيتر بيجري عليه بسرعة وبيسأله جوبلين هو اللي عمل فيك كده، اللي خلاك تسمع كلامه يا جونا؟ جونا بيبصله هو مبتسم وبيرد انت غبي يا بيتر، جوبلين زعيم في التنكر، انت مش هتصدق اللي. وقبل ما بيكمل كلامه بيموت. الشرطة بتقتحم المكتب وبتأمر سبايدر مان بالتوقف، بيطلقوا عليه رصاص كتير وهو بيهرب بس بيقدر يتفاداهم، بيرجع شقته بسرعة. بيتر بيكتشف انه اتصاب بطلقة في كتفه بس ما بيقدرش يحس بيها من الادرينالين، بيوقف نزيف في ايده وبيفضل يقلب في الصور والادلة اللي سابها له يوريك، في حاجة ناقصة. بيراجع كل افراد اصابته وبيكتشف ان واحد فيهم ناقص عمره ما شافه مع جوبلين، والواحد ده عنده قدرة غريبة جدا. وهنا بيتر بيكتشف الحقيقة، بيجري بسرعة على المشرحة اللي فيها جثة جونا، بيقرب من جثته ببطء وبيحط ايده على وشه، بيكتشف ان وشه بيتحرك زي الصلصال وشكله بيتغير. الحقيقة ان اللي قدامه ده مش جونا، ده واحد من عصابة جوبلين اسمه شاميليون، بيقدر يغير ملامح وشه وهو اللي قتل صاحبه يوريك. بس يا ترى جونا الحقيقي فين؟ في بيت بيتر العمة مي بتسمع صوت خبط في اوضته، بتطلع تشوف فيه ايه، بتفتح باب الاوضة وهي بتقول بيتر انت هنا؟ بنلاقي فولشر واقف على العمود فوقها بيضحك بجنون، وفجأة بينقض عليها بدون تردد، بيحط ايده على رقبتها وبيقول لها وجبة شهية بس رفيعة زيادة عن اللزوم، جوزك كان فيه لحمة اكتر. قبل ما بيقتلها بيظهر سبايدر مان، فولشر بيقول له تفتكر هتقدر توصل لي قبل ما اقتلها؟ سبايدر مان بيرفع مسدسه وبيوجهه عليه، فولشر بيضحك. العمه مي بتصرخ لبيتر يتوقف، الوضع مشحون بالتوتر. بيتر بيفتكر جثه صاحبه يوريك، صرخات عمه قبل ما يموت، وبيقرر ياخد اصعب قرار في حياته، بيضغط على الزناد وبيطلق الرصاص على فولشر بيقتله على الفور. العمه مي بتتفزع وبتقول انت قتلته، انا كنت فاكراك احسن من كل ده، كنت فاكره انك بتحمينا بس طلعت مجرد وحش زيهم. بيتر بيرد بس ده كان هيقتلك. ماي بتقطعه محدش فوق القانون، انا مش هعرف اعيش في عالم بنقتل فيه بعض زي الحيوانات، اديني المسدس اللي في ايدك ده. بيتر بيبصلها وبعديها بيبص في الارض وبيقول انا اسف وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيتر بيسيب غريزته وحاسة العنكبوت توجهه لغاية ما بيوصل للمقر اللي بيعذب فيه جوبلين ضحاياه، بيتسلل داخل المقر وبيلاقي جونا الحقيقي محبوس في قفص وجنبه نمر، وجوبلين قدر يقبض على بلاك كات وبيجيبها المقر. بلاك كات اول ما بتشوف جيمسون محجوز بتتفزع اكنها شافت شبح، بنعرف بعدها انها في اليوم اللي مات فيه يوريك كانت هي معاه، وكانوا هما الاتنين مستنيين جيمسون يجي ياخد الادلة اللي معاه. الباب خبط ويوريك فتح وفجأة سمعت اطلاق رصاص
وشافت بعينيها جيمسون بيقتل حبيبها. احتفظت بكل الأدلة اللي معاها وراحت لمكتب جيمسون بعد الحادثة وخدت حق يوريك بإيديها وقتلت جيمسون بدم بارد وهربت. جوبلين بيتغاظ وبيقول لها إن اللي قتلته ده واحد من رجالته ومش جيمسون الحقيقي ولازم تدفع تمن اللي عملته. بيمسكها وبيشدها بعنف بس بلاك كانت بتتحرر من قبضته بتخربشه في وشه. هنا بيتغاظ جوبلين وبيقول لها أنا كنت هقتلك بسرعة بس أنت دايما بتلاقي طريقة تخليني غاضب ومش عاجبك وأنا غاضب. بيمسكها وبيدفعها على قفص زجاج مليان بالعناكب السامة وقبل ما يرميها جوه القفص بيسمع صوت فولتشر بيرسل لك تحياته. بينقض سبايدر مان بقوة على أفراد العصابة بيطيح بيهم واحد ورا التاني. حاسة الخطر بتخليه يتفادى هجومهم. بيقتل القرد اللي كان مدربه كريفنز هانتر وبيسدد لكمة قوية بتطيح بيه بعيد. بيوجه بعديها نظراته على جوبلين اللي بيمسك بلاك كات وبيشغل سبايدر مان بالنمر المحبوس مع جونا. النمر بينقض على جونا وبيحاول يقتله. جونا بيقرفص على الارض زي الاطفال. النمر بيجري عليه بسرعة بس سبايدر مان بيلحقه وبيمسكه من رقبته وبيخنقه. بيطلق شباكه على بق النمر وبيعجزه وبيرميه بعيد عن جونا. جوبلين وبلاك كات بينزلوا للمجاري. كريفن بيقوم ومستعد للجولة التانية. بيتر بدون اي تردد بيركله ركلة قوية بيكسر بيه القفص المحطوط فيه العناكب. كريفن بيقع والعناكب كلها بتجتاح جسمه وبتقطع فيه لحمه وهو بيصرخ في ألم. داخل المجاري بلاك كات كانت بتقول لجوبلين يستسلم خلاص اتهزم كل عصابته تم القضاء عليهم ما تبقاش ليه حد. ظهره مكشوف لأعدائه دلوقتي اللي هيستغلوا نقطة ضعفه وهياكلوه زي ما كان بيتعالى عليهم وبيهنهم. جوبلين بيرفض الاستسلام بيدمر سبايدر مان الشباك وبينقض على جوبلين. بيحرر بلاك كات من قبضته وبعديها بيرفعه بكل قوته وبيدفعه بقوة على الحيطة وبيوجه مسدسه لقلبه. جوبلين بيصرخ هو ده العنكبوت الحقير اللي كان فاكر انه هيقدر يهزم الديب ما تيجي نعرف شكلك الحقيقي. بيشيل جوبلين القناع من على وش بيتر وفي نفس الوقت بيتر بيقطع جلد وش جوبلين وبيكتشف شكله الحقيقي ورا القناع المزيف اللي بيوريه للناس. السحلية بتبان على حقيقتها. بيتر بيتفزع من منظره. جوبلين بيحكي عن طفولته البائسة وقد ايه الناس كانت بتتنمر عليه وهو صغير وبيرموه بالطوب وانه اتحبس في سيرك جوه قفص زي الوحوش لمجرد انه مختلف. بس هو مش هيسيب العالم يدوس عليه. قرر يسيطر على مصيره بايده ومش هيسيب فرصة لسبايدر مان يرجعه السيرك تاني او يحطه في السجن. بيخطف المسدس من ايد بيتر وبيوجهه عليه بس قبل ما بيطلق الرصاص على بيتر بيتر بيسد فوهة المسدس بشباكه وده بيخلي الطلقة ترتد على ايد جوبلين وبتدمرها بالكامل. المسدس بيقع من ايد جوبلين. جوبلين بيبصله زي الفار المتحصر وبيقوله مش هسيبك ترجعني القفص تاني ابدا. هنا بيظهر قدامه كريفن مغطى بالعناكب المسمومة بيصرخ بكلمات غير مفهومة. بيقرب من جوبلين ببطء. جوبلين بيتفزع وبيقوله ابعد عني ما تلمسنيش بحق الجحيم. بينط كريفن على جوبلين وبيقعوا هما الاتنين وسط المياه القذرة الملوثة وبيختفوا بعيدا عن الانظار دون اي اثر. بيتر بيبصلهم وبيقول لنفسه زمان وانا صغير عمي كان بياخدني الفيلم رعب اسمه فرانكنشتاين وكنت كل ما خايف كان بيمسكني وبياخدني في حضنه وعمره ما قال لي ان الوحوش مش موجودة لانه عارف انها دايما هتفضل موجودة بس كان دايما بيوعدني انه هيحميني منها. بتمر الايام وكل الفاسدين في المدينة بيتحطوا في السجن بعد ما بيتحكموا على الجرائم اللي عملوها واولهم العمدة. سبايدر مان بيقتحم بيت بلاك كات بيقلع قناعه وبيكلمها بيديها ملف كان سايبه ليه يوريك عليه صورتهم سوا وهم مبسوطين وفي نزهة سعيدة. بلاك كات بتبص في حزن على الصورة وسبايدر مان بيختفي من المكان. الامل بيرجع تاني للمدينة بعد ما تم القضاء على جرين جوبلين. جونا جي جيمسون رجع تاني لرئاسة الديلي بيوجل وبقى من اهم المدافعين عن حقوق الانسان وسبايدر مان سمعته ببرائت قدام العالم كله. العمة ماي رجعت تاني توعظ الناس وتفكرهم بحقوقهم وبتطالب الحكومة بالتغيير. سبايدر مان واقف بيبص على كل ده وبيقول الوحوش دايما هيفضلوا عايشين وسطنا بس ده مش مهم لان برضو الناس الطيبة هيفضلوا دايما واقفين ليهم بالمرصاد ففي النهاية دايما الخير بينتصر. وبتنتهي القصة على كده يا اخوانا. ايه رأيكم في القصة دي يا شباب؟ رأيكم في النسخة دي من سبايدر مان؟ عايزين نتكلم عن نسخ تانية اكتر لسبايدر مان ولا لأ ونحكي اصلهم وقوتهم؟ قولي رأيك في الكومنتات وكالعادة ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وحبيت القصة وحابب المحتوى وتفعل جرس التنبيهات وبيس.